أخبرنا أستاذي يوما عن شيء يدعى الحرية، فسألت الأستاذ بلطف أن يتكلم بالعربية. ما الحرية؟ هل هي مصطلح يوناني عن بعض الحقب الزمنية، أم أشياء نستوردها، أم مصنوعات وطنية؟ فأجاب معلمنا حزنا وانساب الدمع بعفوية: قد أنسوكم كل التاريخ وكل القيم العلوية، أسفي أن تخرج أجيال لا تفهم معنى الحرية، لا تملك سيفا أو قلما، لا تحمل فكرا وهوية. وعلمت بموت مدرسنا في الزنزانات الفردية، ونذرت لئن أحياني الله وكانت في العمر بقية، لأجوب الأرض بأكملها بحثا عن معنى الحرية. ووقفت بمحراب التاريخ لأسأله ما الحرية، فأجاب بصوت مهدود يشكو أشكال الهمجية: إن الحرية أن تحيا عبدا لله بكلية، وفق القرآن ووفق الشرع ووفق السنن النبوية، لا حسب قوانين طغاة أو تشريعات أرضية، وضعت كي تحمي ظلاما وتعيد القيم الوثنية. الحرية لا تستجدى من سوق النفط الدولية، والحرية لا تمنحها هيئات البر الغيرية. الحرية نبت ينمو بدماء حرة وزكية، يعلو بشباب وبنات ورجال عاشقوا الحرية. لن يرفع فرعون رأسا، لا لا، لن يرفع فرعون رأسا إن كانت في الشعب بقية.